نهائي مهم جدا ومباراة هتكون قوية قوي قوي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، بالتالي هنتكلم عن المباراة دي بالتفصيل مع الكابتن إسلام شاهين مدرب فولفسبورج الألماني، وهيكون معانا عبر زوم من ألمانيا. يا كابتن إسلام مساء الخير، مساء النور، ازيك يا كابتن أمير؟ أخبارك إيه؟ منورنا. ده نورك، ربنا يخليك. طبعا أول مدرب حاجة فولفسبورج الالماني السابق، طبعا كان موجود في الجهاز الفني السابق للفريق الالماني، بنرحب بيك وعندنا تفاصيل كتير. انت كنت هتقول حاجه، اتفضل. أيوة، كنت عاوز أقول لكم ألف ألف مبروك اه للسوبر الأفريقي الأهلي. إحنا كلنا طبعا فرحانين إن هو في أوروبا في ألمانيا، وللشعب المصري كله يعني ألف ألف مبروك امبارح المباراة الهائلة جدا جدا جدا. الله يبارك فيك، وان شاء الله مزيد من البطولات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، ونتمنى لك دايما التوفيق. كمان عايز إن اتكلم شاء الله. معاك بالتحديد عن مباراه اليوم ونهائي الشامبيونز ليج ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، كيف ترى هذه المباراه؟ ده طبعا هتبقى مباراة جامدة جدا. احنا عندنا مع مان سيتي اللي واخد الدوري الانجليزي، مع تشيلسي توماس توخل، بيب جوارديولا وتوماس توخل الاثنين يعرفوا بعض كمان من البوندس ليجا. تمام. يعني عندنا مدربين بيحبوا التكتيك. ده هتبقى مباراة هايلة جدا جدا جدا. الواحد ما يقدرش يقول من الاول مين اللي هيكسب المباراة دي. يعني طيب، بخصوص اللي ممكن يرجح كفة فرقته أكتر، سواء بخصوص فريق مانشستر سيتي أو تشيلسي، من وجهة نظرك ومن خلال رؤيتك الفنية، أبرز اللاعبين هنا وهنا. يعني انا من رايي هيبقى ماتش مفتوح. طبعا بيب جوارديولا هيلعب السيستم بتاعه اللي كلنا عارفينه 4 1 4 1، وهيبقى طبعا الكوره هتبقى باستمرار مع مانشستر سيتي. توخل هيبقى شويه، هيبقى لاعب مدافع، هيدافع شويه وهيلعب السيستم بتاعه اللي احنا كلنا عارفينه 3 4 2 1. عنده طبعا الهجوم السرعة جدا مع الالماني فيانا. هما هيلعبوا على كونتر اتاك، هيخلوا المساحات ضيقه، ويعني هو بيتمنى توخل طبعا المساحات بتاعته يضيقها قوي. هو يعرف بيب جوارديولا من البوندسليجا، اما هو كان بيدرب دورتموند وماينز، كان لعب كتير مع بيب جوارديولا وبايرن، وكمان عمل مباراة كويسه جدا. بس طبعا في فاينل زي كده هو هيبقى الماتش مفتوح. طبعا بس انا اعتقد بيب جوارديولا السيستم بتاعه مش هيتغير، الكرة هتبقى باستمرار مع مانشستر سيتي، المساحات توخل هيحاول يقفلها ويلعب كونتر اتاك بسرعة على هافرتس وعلى توماس فيرنر. طريقة لعب جوارديولا أو السيستم بتاعه المعتاد اللي احنا كلنا عارفينه يكسب، ولا المنظومة الدفاعية اللي بيقدر يشتغل بيها توخيل مع تشيلسي هي اللي تكسب من وجهة نظرك؟ مين اللي يقدر يتغلب على التاني في الجوانب التكتيكية اللي زي دي؟ انا من رايي يعني المفروض الفريق اللي بيبقى معاك كوره باستمرار، يعني بيب جوارديولا هيكسب المباراه ده. طبعا لما الكوره بتبقى تملي مع الفريق بتاعي يعني مع مان سيتي، صعب جدا الكوره تخش فيا. طبعا توخل التكتيك بتاعه يبقى ايه، يستفاد الغلطات اللي هتحصل من مان سيتي والباصات، وياخد وحده كونتر اتاك. بس انا من رايي شخصيا المباراه النهارده هتتكسب بجون واحد من عن طريق بيب جوارديولا. وهو تحدي خاص لجوارديولا في الحقيقه، لان هو ما خدش الشامبيونز ليج غير مع برشلونه، يعني حتى في تجربته مع مع برشلونة البايرن بس. ما قدرش ايوه ان هو يفوز بالشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي، بقى له كذا سنه اول مره يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، فبالتالي ده تحدي خاص بالنسبه له، عايز يقدر يفوز بالبطوله مره تانية يعني. صحيح، يعني هو بقاله دلوقتي 4 سنين، 11 سنة أنا متأسف، 11 سنة آخر مرة كسب الشامبيونز ليج مع برشلونة. برشلونة. وطبعا هو بالنسبة له حاجة يعني حلم يكسب الشامبيونز ليج مع مانشستر سيتي. مع بايرن ميونخ حاول بس خرج تملي في دور السيمي فاينل مع بايرن ميونخ. بس انا اعتقد يعني بيب جوارديولا ومانشستر سيتي النهارده هياخدوا المباراه. بس احنا ما ننساش توماس توخل كان السنه اللي فاتت قصاد بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان كمان كان في الفاينل، وطبعا عنده خبرات جامده قوي. يعني هيبقى ماتش مفتوح، بس انا اعتقد يعني بيب جوارديولا ومانشستر سيتي هيكسبوا المباراه دي، عشان يعني هو مستني بقى له 11 سنه، والمانشستر سيتي يعني هو عليه الدور ياخد المباراه دي. طيب وغير كده هو طبعا داخل بقلب عشان كسبان قبل كده الدوري الانجليزي. طيب انت بحكم معرفتك بتفكير توماس توخيل
وبالتحديد كمان ان هو قدر ان هو يفوز على جوارديولا في المباراة الأخيرة ليهم في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1. هل ده ممكن يكون عامل إيجابي بالنسبة له قبل مباراة النهاردة، ولا ما فيش مقاييس بخصوص الجزئية دي تحديدا؟ لا اكيد اكيد اكيد، هو دلوقتي هيعمل موتيفيشن جامد قوي للعيبه بتوعهم بتوع تشيلسي، هيقول لهم يعني احنا من كام اسبوع غلبناهم طبعا في الدوري، بس دي هتبقى موتيفيشن ليه هو وللعيبه عشان هم فازوا من فتره صغيره على مانشستر سيتي. طبعا العكس، مانشستر سيتي اللعيبه دلوقتي هيبقوا مخلبين بالهم قوي قوي قوي، هيخشوا بـ 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 مش بخوف يعني، هيخشوا بتركيز على الماتش أكيد ده. أكيد بس انا يعني من رايي توماس توخل عشان فاز من حوالي اسبوعين ولا 3 اسابيع المباراه ما بين مان سيتي دي، بالنسبه له وبالنسبه للعيبه بتوعه حاجه كويسه جدا. طيب بالتحديد عايز اتكلم على التشكيل اللي بيتعلق بمانشستر سيتي في ظل التغييرات الدائمه اللي بيعملها جوارديولا. شفنا ده في الدوري الانجليزي تحديدا، حتى على مستوى المباريات في الشامبيونز ليج كنا دايما بنشوف تغييرات. ما تتوقعش تشكيل جوارديولا في اي مباراه من المباريات، ما فيش غير ادرسون مثلا حارس مرمى ودياز طبعا اللي بيقدم موسم عظيم جدا أكيد. وخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي يعني. فتتوقع تقدر تتوقع تشكيل مانشستر سيتي ولا صعب برضه؟ لا أنا أقدر أتوقع تشكيل مانشستر سيتي. طبعا بيب جوارديولا منتوشة كتير قوي في إنجلترا، يعني إحنا بنتكلم في إنجلترا يعني في بيلعبوا أكتر من 50 55 بالكاس حتى 60 منتوشة في السنة، عشان كده هو لازم هو تملي يغير اللعيبه. بس انا اعتقد هو هيلعب طبعا في الجول بإيدرسون، هيلعب ورا بالممسكين روبن دياس وجون ستونز، ومن اليمين هيلعب كايل ووكر وكانيلو، وهيلعب طبعا في الخط الوسط بالاسباني رودريجو، ها وقدامه هيلعب جوندوجان وبرناردو سيلفا، ومن اليمين هيلعب ماريس، والشمال هيلعب فودن، وطبعا قدام هيبقى دي بروينه. دي التشكيله اللي هيبدا بيها بيب الأقر. جوارديولا، عشان هي دي التشكيله كمان اللي كان لعب بيها ضد باريس سان جيرمان، واعتقد كمان الماتشات اللي جامده في انجلترا كان بيلعب بالتشكيله دي. أخيرا ناخد توقعاتك للماتش، تقدر تتوقع ولا صعب؟ يعني هو هيبقى طبعا صعب عشان هو فاينل، يعني انت عارف اكيد في الفاينل هو ماتش واحد ممكن جون يغير الماتش كله، بس انا اعتقد مانشستر سيتي هيكسب الشامبيونز ليج السنه دي، وطبعا دي كوره حظ كمان، بس انا اعتقد يعني مانشستر سيتي هيكسب 2-1 2-0. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن اسلام على هذه المداخله الهامه والقيمه واللي اتكلمنا فيها بشكل مفصل بخصوص نهائي دوري ابطال اوروبا. كابتن اسلام شاهين مدرب فولفسبورغ الالماني السابق، نشكره شكرا جزيلا، كان معانا عبر زوم من المانيا واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير.